والله ما أدري كيف أبدأ معاك، كيف أطرح الموضوع في البداية ما أدري، لكن أتمنى أن الموضوع يكون جدي جدا، تسمع مني وبسمع منك ونوصل للحل. الطاولة هذه ما بتنتهي من جلستنا إلا وفي حل، لأن الموضوع بدأ يهج لدرجة أنه خلاص بدأ ينسي. ناصر، 3 شهور، تعرف إيش 3 شهور؟ 3 شهور كاملة عاد أنت كلام ثاني، جلسة ثانية، أنت منفصل مرة، معليش أنت حبيبي وخوي، لكن أبيك تحط نفسك مكان الشباب، إنهم يشوفون قناة فريق إداري بفريق له كلمته، ومو بأي إداري، أونر بالفريق بعد، يرضى أن قناة فريق فيها ملايين بتموت بذي الطريقة، شهرين كل شهر تنزل مقطع، يا أخي حرام والله العظيم. يا عيال حسوا أن في ناس تنتظركم تبغى شغل. أنت تدري وش المصيبة؟ لا والله هذه مصيبة مرة. تدخل 2 مليون، ما بقالك إلا 20,000 مشترك، 30,000 مشترك، تدخل 2 مليون وأنت آخر مقطع منزله قبل 3 شهور. يا أخي تحرك تكلم، لا تقول طالع فيك، تكلم ناصر، أكلم جد ورب المصحف. يا ناصر وقت المزح انتهى، ابغى اوريك شيء الان، ابيك انت تتكلم تقول لي هذا ايش اللي بوريك اياه. ابغى ناصر لبدايه 2021، ابغى اوريك مقطع، مو مقطع، بوريك صوره عشان ما نطول بس، تمام؟ شوف هذه، وش هذا؟ عدد الاشتراكات، هذه المبالغ، هذه عدد المقاطع، تدري هذه ايش؟ ايش هذا؟ سلمك الله ناصر في بداية 2021 يوم دخل 1,000,000 مشترك، في أسبوعين زاد 150,000 مشترك، الدخل حقه ما أبغى أذكره، شفته قدام عينك، عد المقاطع، هذا اللي نزل. انفجارت ناصر في الأسبوعين هذيك، لو إنه استمر عليها ليومك هذا ناصر وصل 3 مليون، مو بمليونين ومعلق عليها الآن وآخر مقطع 3 شهور. أنا قاعد أقول لك كلام هذا بيك تحس، وأنا أدري إنك إنسان تدري اللي قاعد تسويه إنه قاعد يضرك. أبي أسمع منك، تكلمت أبي أسمع منك. طيب شوف يا أحمد، أنا أدري إني غلطان ومعترف بغلطي جدا، وقبل أصلا حتى ما أقطع أنا ظلمت نفسي في إني سحبت السحب هذا لمدة 3 شهور، تحسب 3 شهور هذه كانت سهلة علي، يشهد الله إنها ما كانت سهلة أبدا، وإن كل يوم يحرقني ضميري على كل يوم ما أنزل فيه مقطع، وإني ما أتفاعل مع الجمهور، أو إني ما أطلع وجهي للناس، فهو شغلي، وزي ما قلت أنت هو شغلي هذا. الشيء اللي أنا قاعد سويته أوكي كلن يدري إنه غلط، متابعيني قاعدين يسألون عني، متابعيني يشوفوني لما أدخل جوالي وأقعد أناظر وينك يا ناصر ساحب، لما كل يوم أشوف الإشعارات في اليوتيوب، لما أشوف في كل إشعارات في كل التواصل الاجتماعي وأدخل خاص وأناظر كيف الناس مشتاقة لي، فوالله العظيم إن هذا شيء يقهرني، هذا شيء يحرق قلبي صدق. أنا مبسوط على نفسي، تحس مبسوط مرة مبسوط، لكن ناصر لازم نوقف، جيتك لي هذه، جيت واحد له في شيء بقلبه وفي شيء بيسويه، أنا متفائل. باقي 4 أيام على سنة 2022، الآن قدام الكاميرا أبيك توعد وعد وتقول كلمة، ما أنت طالع والله منه يا ناصر إلا وأنت قايل الكلمة اللي أنا أنت تدري شو اللي أباك تقوله. أبيك مو وعد بس، أبي ناصر يعطيني كلمة بساعة فيها وعد على أنك تحدد قرارك الجاي، هل في رجعة ولا مماطلة في المشاهد؟ أحمد يعني صدق في شيء أنت لازم تعرفه، لازم تعرفه، أنا من بينكم اللي ماخذ صناعة المحتوى في نفس الوقت إداري، ماخذ شغلتين، فأنت يا أحمد الحين أنت قاعد تشوفها بنظرة، بس قاعد تشوفها بنظرة صانع محتوى، أنه المحتوى ليش ما هو قاعد ينزل؟ قدرت كيف وصلت 1,000,000؟ شلون كانت الفريق وصلتوها 1,000,000؟ ليش الآن الوضع خمول؟ أبي أفهم ليه الفلة إلى الآن ما تصورون فيها محتويات؟ ليش ما أنتوا قاعدين تنزلون أشياء نفس ما كنتوا تسوونها أول؟ وش اللي موقفكم؟ يا أخي نزل محتويات، اطلع تصرف يا أخي، 3 شهور كاملة بدون مقطع مو معقول. لا معليش يا أحمد، كلامك مو بصحيح، معليش كلامك أبدا مو بصحيح. أحمد تتوقع أنه أنا برغبتي مستانس على الوضع زي كذا؟ والله أني مقهور قهر بشكل ما تتصور. شوف ما جيت هالمكان، جلست قدامك الآن، تقبلت كل حاجة وكل كلام منك،
إلا بصدق رحب، وأدري أنك يا أحمد حريص علي زي ما أنت حريص على عمرك، والله العظيم أني أدري كل حاجة تقولها أنها حرصاً على أخوك. أنا بادي في اليوتيوب ومعي ثلاثة، أنت واحد منهم. أنا يهمني ناصر يكمل معي، يهمني ناصر يبني معاي الفريق، يهمني ناصر يبني معي المجال، ناصر يكبر معي، أنا كبرت ناصر يكبر، أنا طحت بكرة ناصر يرفعني، ناصر طاح أنا أرفعه. هذا الشيء اللي أنا أبغاه. أنا ليش قاعد أمسك أخوياي؟ لأني أدري بيجي يوم أنا بطيح، أحتاج خوي يكون معي واقف. فعشان كذا الآن جيبتك هذه أبغى منها وعد للناس برجعة قوية. شوف، أوعد نفسي أولاً، أوعد نفسي أنا لأن حقي على نفسي، وأوعدك أنت أخوي أحمد اللي بدينا وياك سوا، وأوعد المتابعين بعد أن بإذن الله تعالى مع السنة الجديدة تشوفوا ناصر مختلف كلياً، تشوفوا ناصر. ما أقدر أقول لكم ولا أقدر أعطيكم الكلام اللي تشوفون، لكن بتشوفون على أرض الواقع بإذن الله. أبغى وقت، أبغى ساعة، أبغى دقيقة، ما أبغى سنة، أبغى دقيقة ووقت ينزل فيها مقطع الناس تنتظره كلهم، ينتظرون ناصر فيها ينزل المقطع ماسكين جوالاتهم. عطني وقت ودقيقة بالضبط. ليش إلى الآن قاعد أشوف العيال ينزلون محتويات في قنواتهم وكل واحد غرفته جاهزة إلا قناة الفريق ميتة موت كلي؟ سبب، أبغى بس سبب، لا تدخلني بتفاصيل. شوف أحمد، الحين حنا جالسين نمر إداريا بشكل باور على نقلة نوعية، شيء بيغيرنا من ليفل 1 إلى ليفل 2، نتغير بشكل جذري أحمد، والتغير هذا له أضراره. فحنا عشان نقدر نخطو هالخطوة لازم شوي قصرنا من ناحية على عيني وراسي. أنا الآن على باب سنة جديدة باقي لها 4 أيام، أعيد وأقول الأربع أيام هذه تنطلق انطلاقة جديدة بـ 2022. أنا يا أحمد مو بعجبني أني أشوف قناة فريقي قاعدة تموت، أنا أحتاج أني أسوي تصرف الآن، لازم أتخذ خطوة لحتى لو أبداها أنا. بدر، إحنا اليوم يوم الأربعاء، باقي 4 أيام على السنة، أحتاج منك الآن تعطيني وقت ودقيقة بالضبط فيها النقلة النوعية اللي قاعد تقولها أنت بلسانك، أبغاها بالدقيقة وبالثانية. المقطع حنا نشتغل عليه وبينزل، لكنه ترى ما أكتمل. تاريخ 29 ديسمبر الساعة 7، شوفوا تويتر. معلمة تويتر، أنا أبغى يوتيوب. أحمد أنت قاعد تتهجم الآن، كويس؟ أنا أقول لك شوف في تويتر الساعة 7 وبتعرف شو بيصير، لكنك مسألة انك تقول لي قل وش بيصير يوتيوب، قل وش بيصير، انت بتشوف وتحكم. بتشوف نقلة نوعية للفترة الجاية في باور في جميع الاشكال. امسك جوالك وادخل تويتر، بالضبط تويتر باور، وشوف وش اللي بيصير. احمد ما اقدر اقول لك اكثر من كذا، والله ما اقدر اقول لك. الساعة سبعة يعني الناس بتشوف هذا اليوم الاربعاء، يعني بعدها بتقريبا 5 ساعات تويتر باور بيكون فيه إعلان مرة كبير. مو إعلان مرة كبير، مو بس إعلان مرة كبير أحمد، هذه نقلة نوعية. طيب قناة الفريق مرتبطة فيها؟ قناة الفريق راح ترجع قناة الفريق شكل طبيعي، قناة الباور كله، قناة الفريق أهم شيء بتتغير، بتغير بشكل كبير وأشياء كثيرة ثانية. الساعة 7 إيه بإذن واحد أحد. هذه كلمة بأخذها منك، وعد عنها. وعد وعد وعد. طيب أوعدك قدر المستطاع. لا توعدني وعدهم. طيب أوعدكم بإذن الله تعالى الساعة 3 راح يكون مقطعي موجود بالقناة. ممتاز، دام الساعة 3 ونتكلمها الآن ما عاد فيها. بعد المقطع هذا اللي بيجيهم بساعة بالضبط بيكون مقطعك موجود. تم. ما جاء لا تعرفني ولا أعرفك، لا تكلمني ولا أكلمك، ما أنت قد كلمتك. انتهينا؟ انتهينا. الساعة 3 يوم الأربعاء تاريخ 29 بعد رجلي.